السلام عليكم. لو انا عندي دلوقتي تيبل وعايز احول التيبل ده لتكست، فرض مثلا ان انا باخده على برنامج اخر ما بفهمش التيبل فبيحصل مشاكل، زي مثلا لو خدت تيبل وحطيته على الوورد بريس بيبقى فيه مشكلة في التظبيطات. فانا ممكن لو انا عندي تكست بالشكل التيبل بالشكل دوت، تمام، وفي مثلا هنا ارقام وفي هنا تكست، عايز احول الجدول ده كله لتكست وليس لتيبل. باجي هنا على اللاي اوت وهقول له هنا convert to text، فهو بيحولها لي، بيقول لي طب انت عايز المسافة بين الخانة دي والخانة دي تبقى عبارة عن باراجراف مارك ولا عبارة عن تاب ولا عبارة عن سيمي كولن، حط علامة سيمي كولن ولا اي علامة من العلامات ديت. انا افضل التابس تبقى بالشكل دوت. دلوقتي خلاص مبقاش فيه تيبل، مبقاش فيه صفوف ولا أعمدة، بس أصبح التكست موجود في نفس مكانه زي ما أنت شايفين.